هناك ورحمة الله وبركاته، وبعد كده دخلنا أكتر من شركة كارير تكنيك خش البيز كده. في الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ إن إحنا نتكلم عن جزء الترانسفورمينج في الإلستيك، إزاي إن أنا أبدأ أعمل روتيت للشيبس بتاعتي، إزاي إن أنا أبدأ أعمل ريفلكت أو أحرك الشيبس بتاعتي. طيب إحنا عندنا قايمة كاملة للترانسفورم، تعالوا كده نفتح نيو فولدر نعمل الأرتفورت بتاعتنا ونبدأ إن إحنا نشرح من هنا، وبعدين نشوف إزاي بدأنا إن إحنا عملنا الأشكال دي. طيب تعالوا كده نبدأ نرسم مثلا شيب، أي شيب عندي نبدأ إن أنا أرسمه، ممكن أديله أي كلر مثلا. أوكي أنا لو عايزة أعمل ترانسفورم من الشيب دوت بكذا نسخة، أكتر من نسخة، يعني مش عايز بس إن أنا أبدأ أحركه كده بس، لأ أنا عايز أبدأ أحركه وآخد منه نسخة بشكل معين. طب ما حد هيقول طب ما احنا ممكن ندوس Alt صح ونسحبه كده وندوس Shift علشان يبقى في نفس المستوى فيبدأ يديني ايه كوبي منه صح. طيب انا لو جيت عملت كده هقولك طب ما انا مش عارفة هو اتحرك قد ايه، طب ما انا عايزة احركه مثلا بمسافة معينة صح. هو ده ينفع، وينفع كمان عندي حاجة أدق شوية، لو انا عايزة احرك الشيب بتاعي بمسافة معينة مثلا عن الشيب الأصلي وأبدأ أخد منه كوبي، فأبدأ أدوس على قايمة اسمها ترانسفورم. قايمة ترانسفورم دي أقدر أجيبها من مكانين، إما وأنا ماسكة الشيب بتاعي كده أبدأ أدوس كليك يمين وأبدأ أفتح ترانسفورم قايمة ترانسفورم بتاعتي، أو لو أنا واقفة كده جيت فتحت من قايمة أوبجكت من المنيو اللي فوق فأبدأ أدوس ترانسفورم هيبدأ يطلع لي نفس الإيه الأوبشن صح؟ زي ما انا حابة ان انا اتعامل ببدأ اتعامل مع الشكل دي. طيب دلوقتي انا عايزة اعمل ترانسفورم للشيب دوت اللي هو احركه اعمل له مو اعمل له مو تمام، عايزة احركه مثلا هوريزونتال او فيرتيكال زي ما انا محتاج. مثلا لو انا عايزة احركه هوريزونتال 5 سم اوكي، هبدأ اقول له اعمل لي بريفيو كده، بص هو راح فين، رجع تاني لنفس مكانه صح؟ لا طب انا مش عايزة 5 سم عشان مبين كده، هقول له سالب 5 سم، انا عايزاه يروح فين؟ على الشمال مش على اليمين، فابدا اقول له سالب 5 سم، هبدا الاقيه راح فين؟ الناحية التانية صح؟ على الايه؟ على اليمين، على الشمال سوري. طيب تمام، هيبدا يقول لي ده كده ايه الهورزونتال. طب لو انا عايزة احركه فيرتيكال هبدأ مثلا امسح الهوريزونتال اقول له 0، عايزاه فيرتيكال مثلا 5 سم، يعني اقول له بريفيو كده اهو يبدا ينزل لي تحت 5 سم. لو انا عايزاه يطلع لي فوق هبدا ادوس هنا سالب 5 سم يقوم يطلع لي العكس فوقيها صح. طيب تمام، هو دي المسافه بتاعت 5 سم فيرتيكال هنا اكبر من هنا، ما علشان انا عندي العرض اكبر من الطول صح. هو بيبدا يحسب لي 5 سم منين؟ يبدأ يحسب لي 5 سم من أول السنتر بتاع الشكل ده لحد السنتر بتاع الشكل كده تمام. فأنا طبعا عشان العرض عندي أقصر من سوري عشان الطول عندي أقصر من العرض فباين المسافة هنا أكبر صح. طيب فأنا لو عايزة مثلا أبدأ أحرك فيرتيكال كده، بس ممكن نقلل شوية المسافة، هقول مثلا 3 سم، يبدأ إن هو يحركولي 3 سم. طيب ده الديستانس بتاعتي اللي انا عايزة امشي ديستانس معينة باستخدام الانجلز صح، يعني اقول له مثلا امشي لي ديستانس 3 سم بانجل مثلا 45، يبدأ يمشي لي ايه بالورد كده صح. اقول له القسم بنعمل ان اكتف بريفيو عشان يبدا ان هو يظهر لي تمام، او كده مثلا بانجل 45 هقول له لا خلاص انا عايزاه زي ما هي بانجل 90 تمام. طب لو انا عايزه اخد اكتر من نسخه للشيب اللي انا حركته كده، هو كده حرك لي بالشكل ده من المكان ده للمكان اللي تحت على حسب الاوبشن اللي انا مديها له صح. طب لو انا عايزه اقول له لا خد لي منها كوبي، هبدا اقول له خد لي منها كوبي كده تمام. طيب انا عايزاك بقى تكرر لي نفس الحركه دي، مش عايزه ادخل في نفس الاوبشن تاني، لا انا عايزه نفس الاوبشن اللي انا حطيتها لك تبدا تكرر لي حركه الشيب بتاعتي دي، تعمل لي موف للشيب بتاعتي دي بسرعه. عندي بقى حاجة لذيذة جدا في الإلستريتور، حاجة اسمها ترانسفورم أجين.
الترانسفورم اكيد جه اجين ده بيبدأ ياخد لي اخر اوبشن. انا اتعاملت مع الترانسفورم التاني ده ان هو يكرره لي صح. طيب لو جيت كده دوست الاختصار بتاعي اللي هي كنترول دي، كنترول دي صح، يبدأ ان هو يكرر لي اخر حركة انا عملتها بالترانسفورم صح. طيب ممكن الاقيها فين في ترانسفورم؟ عندي حاجة اسمها ترانسفورم اجين اهي دي كنترول دي صح. طيب تمام، يبقى انا اقدر ان انا اكرر الشيبس بتاعتي مثلا اخليها تتحرك على مسافات معينة انا محدداها فابدأ ان انا اتعامل معاها. طيب لو انا عندي الشيب ده كده، تعالى نفتح كلمة ترانسفورم هنشوف هنلاقي في حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها بعد move، حاجة اسمها روتيت. روتيت ده يعني هيبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ يعمل لي روتيشن للشيب بتاعي صح؟ لو جيت دوست عليه هيبدأ يقول لي انت عايزة الانجل تبقى قد ايه، يعني هيبدأ يحسب روتيشن بانجل قد ايه، مثلا نقول له 45 درجة مثلا، لو اقول له بيبي بس اللي بيحسب يبدأ يحسب روتيشن للشيب بتاعي. هل بيحصل الروتيشن ده حوالين انهي سنتر؟ حوالين السنتر بتاع الشيب ده صح؟ تمام. طيب لو جيت قلت له انا عايزه منها كوبي، لو جيت دوس اوكي هيبدا خلاص يعمل لي روتيشن للشيب ده ومش هياخد لي منها كوبي صح، هيبقى الاصل بتاعي راح. فابدا لو اقول له مثلا عايزاه تاخد لي منه كوبي صح، اللي حصل بدا خلي كوبي من الشيب الاصلي وبعمل له روتيشن. لو انا عايزه ابدا اقول له اعمل لي ترانسفورم اجين ببدا اقول له دوس كنترول دي صح، يبدا ان هو يعمل لي ترانسفورم اجين روتيشن حوالين السنتر ده صح. طب هو الترانسفورم اجين ده يعني ايه؟ يعني بياخد اخر شيب انا عملته او انا طلعته قلت له اعمل لي روتيشن دي ب 45 درجه صح؟ فاخر شيب اللي هو ده اول شيب صح؟ عملت له روتيشن بدرجه 45 درجه صح؟ طيب اخر شيب ليه جه عكسه كده؟ ما هو انا قلت له اعمل لي الشيب ده ترانسفورم اجين صح؟ فبدأ يخلي يعمل لي روتيت للشيب ده 45 درجة فرجعه لي ايه 90 درجة صح؟ وبعدين قلت له للشيب اللي هو بقى 90 درجة ده اعمل لي ترانسفورم اجين او روتيت اجين بنفس الاوبشن، فبدأ يشتغل على الشيب الجديد ده يديله انجل 45 درجة فرجع تاني للشكل التاني ده صح؟ يبقى ده الفكرة بتاعت ترانسفورم اجين، ان هو بياخد الاخر شكل يطبق عليه نفس الاوبشنز بتاعت الروتيشن مثلا بتاعت الموف بتاعت الاسكيب وهكذا اوكي. طيب ده روتيت. طيب لو جيت قلت له بريك مي ترانسفورم ريفلكت، ريفلكت ده بيبدا يعمل لي ريفلكشن للشيب بتاعي. تعالوا كده نغير في الشكل ده شويه، لو جيت عملت اد لنقطه مثلا هنا اوكي واد لنقطه هنا مثلا في الشيب صح، احنا خدنا البين تول في الفيديو اللي فات وعارفين ان احنا نقدر نزود نقطة على اي باص، اقدر ان انا احرك النقطة زي ما قلنا في اول فيديو خالص دايركت سيلكشن تول صح، ببدأ مثلا احرك النقطة دي كده صح، احرك النقطة دي كده كمان مفيش اي نقطة، بس انا بس ببدأ ان انا اعمل اختلاف بس في الشكل التاني عشان اقدر اعمل له نشوف مع بعض الريفليكشن بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي. لو جيت بس كليك يمين كده قلت له ترانسفورم ريفلكت، ريفلكت يعني هيبدا يعكس لي صح؟ عندي الريفلكت بتاعي اما هوريزونتال من الايكون بتاعي يبقى واضح او فيرتيكال صح؟ اليمين يبقى شمال وشمال يبقى يمين، الهوريزونتال اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق. طب ان انا اقدر كمان اعمل ريفلكشن بدرجه من الانجلز معينه اوكي. طلع مثلا الهوريزونتال او فيرتيكال الموضوع ايه بسيط، ولو عايزه اقول له اوكي يبقى هياخد لي هيعمل لي الشيب دوت يبقى كده. طب لو عايزه اخد كوبي فبيبدا ياخد لي كوبي من الشيب الاساسي صح، ويبدا برضه يعمل لي ريفلكت حوالين السنتر ده تمام. طيب تمام، عندي ايه تاني في الترانسفورم؟ عندي بعد كده حاجه اسمها السكيل. السكيل ده لو انا عايزه اكبر الشيب بتاعي ده بحجم معين
لو انا عايز زي يكون يعني اكبره او اعمل له سكيل بشكل يكون او بشكل منتظم، فابدا اقول له مثلا لا انا مش عايزاه 100%، انا عايزاه يكبر 20% زيادة او 50% زيادة، فابدا اقول له كبره لي 150%، 150% صح؟ فتعالوا كده نشوف البريفيو بتاعي، بص ايه اللي حصل. ده الشيب الاساسي، الباص بتاع الشيب الاساسي. اوكي، لما قلت له اعمل لي سكيل يونيكورن 150% يعني زود لي على حجم 50%، فبدأ ان هو يزود لي الايه، يكبره لي بالشكل ده. تمام. طيب لو انا قلت له لا انا مش عايزاه يونيكورن، انا عايزاه نون يونيكورن، والهوريزونتال يبقى 150% والفيرتيكال يبقى زي ما هو 100%، بص ايه اللي هيحصل. هيبدأ ان هو يكبره لي من اليمين ومن الشمال، لكن من فوق ومن تحت لا. ليه؟ علشان بدأت ان انا اتعامل مع كل جزء لوحده، الهوريزونتال لوحده والفيرتيكال لوحده. الهوريزونتال احنا قلنا ان هو بيبقى افقي، والفيرتيكال اللي هو رفعي. طيب انا عايزاه هوريزونتال يعني افقيا، او زي ما بكون مثلا انا عايزه ازود العرض بتاعي شويه، او عايزه ازوده بسكيل معين، ده انا اقول له مثلا او بنسبه معينه، فابدا ان انا اقول له زوده لي 50%. طيب دي بتتكتب ازاي؟ ببدأ ان انا عندي الشيب الاساسي بمقاسه مثلا 100%، عايز ازود نسبة 50% 20%، ببدأ ان انا اكتبها 150% هوريزونتال مثلا، والفيرتيكال عايزاه يبقى زي ما هو. طيب هبدأ اقول له لا، خلي الهوريزونتال هو اللي زي ما هو 100%، والفيرتيكال كبره لي 50%. وايه اللي بيحصل؟ اهو بيبدأ ان هو يكبر من فوق ومن تحت، لكن من اليمين والشمال دول ثابت هناك. طيب ده الفرق بين اليونيفورم والنون يونيفورم. اليونيفورم والنون يونيفورم، اليونيفورم ابدا ان هو يكبره لي من كل الاتجاهات، نون يونيفورم ابدا ان انا احدد يكبر من يكبر هوريزونتال ولا يكبر فيرتيكال. اوكي. طيب لو قلت له اوكي بيبدا ان هو يجيب الشكل ده صح، لكن لو كنت قلت له كوبي كان هيبدا يعمل لي نسخه جديده من الشكل على حسب الاوبشن اللي انا اديته. طيب تمام. فانا جبت كملت بقى الترانسفورم بتاعتي. عندي حاجة اسمها الشير. الشير دي، الشير دي بتبدأ ان انا لو عندي مثلا ريكتانجل كده، اوكي تفتكر مين عليه ترانسفورم شير، بس كده ايه اللي هيحصل؟ عملنا بريفيو، شايفين الشير انجل دي؟ بس كده لو جيت خليتها 45 بيبدأ يعمل لي الشيب بتاعي، بيخليه مايل كده شوية صح؟ كل ما بزود الانجل كل ما الشير بتاعي بيزيد صح؟ يا اما العكس، يا اما يمين يا اما شمال، ده هورزونتال. طب ممكن كمان اتعامل مع فيرتيكال صح؟ يبقى انا اقدر اتعامل مع الشير بتاعي فيرتيكال او هورزونتال. طيب والانجل بتاعتي انا عايزاها تبقى ازاي؟ طب لو كده قلت له كده كوبي، خلي من ده كوبي كده صح؟ جيت اخدت منه كوبي الت كليك الت شيفت سوري عشان يبقى نفس المستوى. طيب انا عايزه ده يبقى عكس ده، يدوس كليك يمين واقول له اعمل لي ايه ريفلكت صح؟ جيت خدت ده مثلا شكلين كده صح؟ يبقى انا اقدر اعمل الشيك بقى بشكل كده اكتر من شكل صح؟ فانا هنا مثلا ازود الايه؟ الشيك بتاعتي دي انا بعمل زي الشكل ده مثلا، هجيب من شكلها كده ممكن اتعامل مع ده بس اظبط الانجل بتاعتي من دول ريفلكت كوبي صح. انا هنا كبرت الانجل شويه بقى عندي مساحه اكبر بيضه صح. طيب ممكن اخد من دول كوبي الت صح، الت ريفلكت كوبي، جبت ان انا اعمل شيء منتظم كده صح، حط الانجل مثلا واعمل حاجه زي كده. ممكن بقى العب في الكالك بتاعتي، الالوان بتاعتي ممكن اخلي ده لون وده لون وده لون صح.
هكذا. والقشير دي بقدر ان انا اعمل بيها اعمل كده في قشير ايه. اوكي طيب لو انا عايزه عايزين نكمل بقى الاوبشنز بتاعتنا. اجيت مسكت دي كده وفتحت الترانسفورم. عندي بعد كده حاجه اسمها ترانسفورم اتش. ايه ترانسفورم اتش دي بقى؟ تعالوا نفتحها هنلاقي فيها كل الترانسفورم اللي احنا كنا فاكرينه كل واحد لوحده. هنلاقي فيها السكيل، هنلاقي فيها المون، هنلاقي فيها الروتيت، هنلاقي فيها الريفلكت اهو صح. طب ايه الترانسفورم؟ ايه السكيل ستروك اند افكت سكيل كورنر دي هنعرفها ان شاء الله. بس خلينا بس نتكلم الاول على جزء الترانسفورم ايه ده. طيب هبدا ان انا اعمل كل الحاجات دي مره واحده في الشيب بتاعي. لو عايزه مثلا اقلل له سكيل اكبره شويه الموف مثلا عايز احركه ايه شويه كده الروندر وشويه فيرتيكال صح. دي الشيب بتاعي الاساسي اهو وده البريفيو بتاعي صح. طب عايزه اعمل له روتيشن مثلا درجه 45 ده جيت قلت له اوكي. بصوا كده لو جيت عملت كنترول دي ايه اللي هيحصل؟ بيبدا ان هو الشكل بتاعي يكبر ويتعمل له روتيشن، بيكبر ويتعمل له روتيشن وبيتعمل له كمان ايه مين صح. مش انا الاوبشنز بتاعت الترانسفورم اتش دي ان انا اول حاجه بعمل له سكيل يعني بيكبر صح. تاني حاجه بيتعمل له موف يعني بيتحرك لتحت شويه فيرتيكال وهورزونتال شويه. اخر حاجه عملتها ان انا قلت له اعمل لي بي روتيشن صح. فبدا يبقى عندي فاريبل كده في السايز بتاعتي وفاريبل في الاتجاهات بتاعتي. يعني ما بقاش كله فوق بعض، لا انا قلت له ينزل تحت شويه ويمين شويه وتعمل لي روتيشن وهكذا صح. بقى عندي فاريبل في الايه في الشيبس بتاعتي اكتر كده. لو انا عملت سكروب دي زودته هبدا ان انا اشوف الاشكال بتاعتي وهي كبيره صح. طب لو خليته ابيض كده السين. طيب يبقى ترانسفورم اتش ده بيبدا ان هو يعمل لي كذا اوبشن مره واحده. اوكي اقدر ان انا بقى اتعامل معاه او استخدمه اكتر من او اعمل ليه اشكال مختلفه. طيب تمام عايزين بقى نعرف هو الشكل ده اتعمل ازاي؟ ازاي اتعمل بقى روتيشن كده حوالين سنتر معين؟ انا هنا لما باجي بعمل روتيشن بتعمل لي روتيشن حوالين السنتر بتاعي بالشكل ده صح؟ لو جيت قلت لها اعملي روتيت بتعمل لي روتيت حوالين السنتر ده. طب انا لا انا عايزه اغير مكان السنتر بتاعي. يبقى هو هنا بيتعامل مع سنتر جديد السنتر اللي في النص ده صح؟ وبدا ان هو يعمل روتيشن للشيب بتاعتي دي على حوالين السنتر ده. طيب ازاي بقى انا اعمل الكلام ده؟ طيب خلينا كده الاول نرسم الشيب اللي هو رسمه ده وبعدين نبدا ان احنا نعمله روتيشن. ده شيب ايه؟ ده عباره عن زي المثلث او مثلث وبعدين خلينا الحواف بتاعته كورنرز كده وقلنا ازاي ده بيتعمل صح؟ طيب لما جينا كده رسمنا مثلث قلنا نرسم مثلث ازاي بالبايمتور بتاعتي. عايزه اقلل العدد بتاعهم ببدا ان انا اقلل في الاسهم بتاعت الكيبورد كده صح. اوكي عايزه ابدا ان انا اخلي الشيبس بتاعتي او الاركان بتاعتي دي تبقى راوند. ده تعمل ده ازاي؟ شايفين النقطة دي؟ فاكرين النقطة دي؟ بتخلي الشيب بتاعي راوند كده صح؟ أيضا فاكرين فيها ده أطول كده شوية. ايه المشكلة يعني؟ طيب شايفة دي ستريبت دلوقتي؟ ممكن اديله كلر بقى أي كلر من الألوان اللي عندي هنا دي صح؟ طيب المهم دلوقتي عايزين نخلي الروتيشن بتاع الشيب ده مش حوالين السنتر بتاع الشكل، لا انا عايزاه تبقى حوالين السنتر اللي انا عايزه اخده. طيب حد يقول لي طب ما نجيب جايد كده ونشوف السنتر بتاعي مثلا هيبقى فين. طب اظهر الجايد دي منين؟
فكده لو دوسنا كنترول ار كنترول ار يظهر لي البولر بتاعتي اللي فوق دي. هنا اجي اسحب منها كده جايد واسحب من هنا مثلا جايد. اوكي ده اقول له مثلا ده سترينجر تاب. بصوا يا شباب الجايدز بتاعتي دي بتتحرك معايا، فانا اقدر ان انا اعمل لها لوك ازاي؟ فابدأ اقول له من فيو الجايدز دي اعمل لي ليها لوك، لوك للجايد. فايه تبدأ ان هي متتحركش معايا خالص، حرك انا الشيب بتاعي لكن هي متتحركش معايا. تمام. طيب هاجي بقى امسك الشيب بتاعي ده. اوكي عندي بقى في التولز بتاعتي اللي هي الروتيت تول والريفلكت تول. الروتيت تول والريفلكت تول دي هما اللي بيقدروا يعملوا لي روتيت في السنتر اللي انا احتاجه. طيب دلوقتي انا عايزه اعمل روتيت بالشكل ده في السنتر ده، فابدا ان انا ادوس الت كليك هنا، تبدا ان هو يقول لي انا هعمل لك روتيت بدرجه 45 درجه مثلا. بقول له ماشي اوكي كده. طيب عايزه اكرر اخر خطوه او اخر ترانسفورم، ببدا ادوس كنترول دي صح، كنترول دي كنترول دي صح كده. فبدأت ان انا عملت روتيشن للشيبس بتاعتي بمنتهى السهوله وموضوع سريع جدا صح. طيب تمام. لو انا بقى عايزه اعمل الاشكال بتاعتي دي مثلا اللي جوه دي، عايزه اعمل لها روتيت. طب هي دي اترسمت ازاي؟ دي حاجه بسيطه جدا، كلين اللاين سيجمنت بتاعي صح، هرسم لاين دي. اوكي ابدا اديله كالر، كالر ايه؟ الستروك. ابدا ادي للستروك بتاعي كالر ماشي، هديله مثلا اللون الاصفر ده، ممكن اكبر حجمه واديله اللون الاورنج الغامق ده، اكبر حجمه. اوكي طيب شايفين اليونيفورم دي صح، غيرنا شكل الستروك. طيب عايز اديله كالر مثلا الاورنج ده، بس افتح شويه، ممكن اخليه ابيض. تعالوا نحطه بقى على خلفيه اشوفها. طيب اقدر ان انا اعمل له روتيت او اخليه نفس البدايه اللي احنا ابتديناها هنا صح، ممكن اصوره. صغره شوية، لما صغره يبقى لازم اقلل الويت او السمك بتاع الستروك بتاعي. اوكي عشان ما يبقاش وايد قوي. طيب ممكن اخد منه كوبي بالالت صح، ممكن اعمل له روتيت كده بسيط. ممكن ده بقى اخد منه ايه ريفلكت، ترانسفورم ريفلكت بقى ايه فيرتيكال، واخد منه كوبي صح، وادي الشيفت عشان يبقى في نفس المستوى. ممكن اكبرهم شوية، اكبر السمك بتاعهم شوية او زي بقى ما انا ايه محتاج. ممكن اخد من دول كوبي كمان الت صح، خليهم كوبي كده لفوق الت كده لفوق. هاي كده اقدر اعمل بقى اشكال كتيرة جدا، مش انا مش مهتمة بالشكل ده، بس احنا بس بنبدأ ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الاشكال دي. طيب انا لو عايزه كل الاشكال دي هعمل عليها سيلكت، بعمل عليهم سيلكت زي كلهم كده، دوس كليك مع الشيفت، كليك على الشكل تاني، كليك على الشكل تاني، كل ده وانا دايس الشيفت فيبدأ يعمل لي سيلكشن لاكتر من شكل. ده اتكلمنا عليه في الفيديو بتاع السيلكشن تول بتاعتي. طيب هبدأ ادوس كليك يمين وابدأ اقول له اعمل لي الشكل ده جروب، خلي الشكل ده جروب عشان لما اجي احرك الشكل ده كله يتحرك معايا. اوكي طيب انا حطيت الشكل بتاعي ده في نفس المكان اللي انا بدأت منه الروتيشن بتاع الشيب بالمثلث بتاعي. طيب انا عايز الشكل ده اعمله روتيشن برضه بنفس الانجل، نفس كل حاجة اللي انا عملتها للمثلث. طيب خلاص ما انا عندي نفس السنتر صح، هبدأ امسك الروتيت تول بتاعتي وانا ماسكة الشيب، وابدأ ادوس الت كليك على نفس السنتر بنفس الانجل، وابدا اقول له كوبي، وابدا اتعامل مع الاوبشن بتاع كنترول دي كنترول دي كنترول دي صح.
بيبدأ إن هو يعمل imitation بنفس النمط بتاعي أو السيستم بتاعي، لحد ما أبدأ إن أنا أطلع شكل من الأشكال مثلا أو الرسومات بتاعتي اللي أنا عايزة أتعامل معاها. طب لو عايزين نرسم سيركل ورا كده، أقدر إن أنا أتعامل مع الشيبز بتاعتي دي، أبدأ برضو من السنتر عشان تبدأ مظبوطة. عشان أبدأ أرسم السيركل من السنتر بدوس ألت كليك وأسحب شيفت عشان تبقى سيركل، ما تبقاش بيضاوية أو ما تبقاش إليبس. أوكي، ببدأ إن أنا أديها كالر مثلا، كالر طبعا مختلف شوية، خلي الأسلوب هنا. طيب هو أنا ليه مش شايفة الأشكال اللي أنا رسمتها؟ ما انت احنا قلنا لما نيجي نرسم اي شكل بيبدا ان هو يترسم لي فوق الاشكال القديمه، صح؟ كل شكل جديد بيبدا يترسم لي فوق الاشكال القديمه. فده اللي انا اتعامل معاه ازاي؟ ببدا ان انا امسك الدايره بتاعتي دي كليك يمين، وابدا اقول له ارينج سنت تو ايه، سنت تو باك، فتبدا ان هي ترجع لي ورا خالص، صح؟ طيب لو انا عايزه افتح الدرجه بتاعتي دي شويه، ببدا ان انا اقدر ادوس شيفت كليك عليها على اللون ده، ممكن ابدا ان انا افتحه مثلا شويه، اغير لونه، اخليه اصفر، اخليه اخضر زي ما انا عايزه، صح؟ او ممكن اخليه جريدينت بقى، ممكن اخليه ابيض، يبقى واخد جريدينت كده. بس خلينا نتكلم على الجريدينت بقى وقتها. احنا كده عملنا حاجة بسيطة بالروتيشن تول بتاعتنا، وازاي ان احنا نخلي فيه جزء روتيشن السنتر بتاع الروتيشن بتاعنا مختلف. طيب نفس الكلام برضو، واقدر بقى استخدم دي مع اي شكل بقى تاني، زي شكل الكاس ده اللي احنا رسمناه، زي ما ده مثلث، صح؟ وده شكل ممكن نرسمه بالبين تول. هناخد كمان حاجة اسمها الباس فايندر، هنعرف ازاي ان احنا نقص مثلث كده من مثلث تاني وهكذا، بس ده مرحلة شوية في فيديوهات قدام شوية. طيب تمام. جزء الريفلكت برضو، الريفلكت تول بتاعتي، لو انا عندي مثلث كده ومسكت برضو الريفلكت تول بتاعي، برضو الريفلكشن بيحصل له ريفلكت في السنتر ده، صح؟ انا هقول لها مثلا اعملي ريفلكشن هنا، لازم ادوس الت كليك يا شباب، ماشي؟ عشان ما نقعش في الغلط ده. امسك الريفلكت تول، الت كليك هنا، وابدا اقول له فيرتيكال كوبي، شايفين اللي بيحصل؟ يبدا يعملي ريفلكشن حوالين السنتر ده، صح؟ طيب لو دوست الت كليك هنا وقال له horizontal، بص اللي بيحصل، بيعمل لي reflection حوالين النقطة دي. اوكي، بص هنا كده عند النقطة دي، طب قلت له لأ vertical copy، هيبدأ ان هو يعمل لي reflection للشيب بتاعي حوالين النقطة دي، صح؟ طيب تمام، يبقى احنا عندنا ال transform سهل جدا في الشكل الأشكال بتاعتي دي. بص كده، لو جيت عمل كبرت كده الشكل ده، ايه اللي بيحصل؟ الستروك بتاعي بيزيد سمكه، صح؟ شايفين الستروك هنا الويت بتاعه 17 بوينت، صح؟ بص كده لو جيت صغرته هيبدا يقول لي الويت بتاعه 9 بوينت. طيب الموضوع ده لذيذ جدا، ليه؟ لان انا كل ما بكبر كل ما لو الستروك بيكبر معايا بنفس النسبة، صح؟ طيب لو انا كل ما كبرت لقيت الستروك بتاعي ما بيكبرش، لقيته لسه صغير قوي، طيب ده بيبقى فيه حاجه عندي في الترانسفورم. شايفين ترانسفورم بانل دي؟ ترانسفورم بانل دي بتبدا تطلع لي كل الاوبشنز بتاعه الشيب اللي انا ماسكاها، يبدا يقول لي ده الشيب ده الويتس بتاعه قد ايه، الهايت بتاعه قد ايه، لو انت عامله له روتيت بانجل معينه هو بيبدا يكتبها لك، لو انت عامله له الشير فاكرين الشير يبدأ يقولي انتي عملتي الشيب ده قد ايه. انا اقدر طبعا اتحكم في الشيب ده عن طريق الاوبشن دي، يبدأ يقولي برضو هو مكانه فين على الاكس اكسس ومكانه فين على الواي اكسس وهكذا. طيب
عندي كده اوبشن لذيذ قوي بيقول لي انا مكتب لك السكيل ستروك اند افكت. يعني ايه؟ بصوا كده لو عملنا لها ان اكتب كده اوكي، وجينا مسكنا الشيب بتاعنا ده وصورناه، بصوا ايه اللي بيحصل. الستروك ما بيصغرش، الستروك لسه 16 بوينت صح، حتى لو كبرناه الستروك لسه 16 بوينت. طيب دي مشكلة، بصوا لما باجي اصغره خالص الستروك بتاعي بيكبر قوي صح. لا انا مش عايزاه يبقى كده، انا عايزه الستروك يبقى حجمه متناسب مع الشيب بتاعي. يعني انا دلوقتي الشيب بتاعي صغير كده، معنى كده ان انا هخلي الستروك مثلا 4 صح. الشكل الستروك حجم الستروك مع الشكل بتاعي متناسب او متناسق. طيب لو جيت كبرته هلاقيه ايه؟ متناسق مع الايه؟ مش متناسق سوري، مع اللي انا كبرته صح. ليه؟ لان الشيب بتاعي كبر ولسه الستروك صغير. لا انا عايزه لما الشيب بتاعي يكبر الستروك بتاعي يكبر بنفس النسبه بتاعته. لو جيت قلت له من الترانسفورم لا اعمل لي السكيل الستروك معايا، يعني يعني كل ما اكبر كبر لي الستروك، كل ما صغر تصغر لي الستروك صح. ده كده صغر الستروك قوي كده، لما كبرته يكبر معايا صح. طيب ده بقى لو انا مثلا عندي كبير كده عايزه اخلي الستروك بتاعه 8 او اخليه مثلا 12 اوكي، انا كده شايفاه مناسب النفس. طيب لما اجي اصغره احسه برضو مناسب صح، يعني ما بصش ما مش كبير، مش الستروك كبير والشكل بتاعي صغير تمام. فانا دايما لما اجي اتعامل مع ترانسفورم احاول ان انا اكتب الجزء بتاع السكيل ستروك ده عشان بيطلع لي الاشكال بتاعتي مظبوط. طيب عندي جزء اسمه جزء الشيب بانل، دي الشيب بانل ديت لذيذة قوي، ده ان هي تعمل لي الروتيت بتاعي دوت العدد بتاع البوليجون بتاعتي صح. ده بتختلف من شيب لشيب. طيب بصوا كده لو دوست على الشيب ده زودت روتيت مثلا او زودت الانجل هنا، بصوا خليتها روتيشن او راوند كده صح. طيب تعالوا كده لو مسكنا سيركل السيركل دي، شايفين الجزء ده النقطة دي، النقطة دي بتبدأ ان هي تعملي زي تفتح لي كده ايه مساحة في السيركل بتاعتي، تعملي زي ايه ان انا اقدر اعمل ايه حاجة زي سلايس كده، سلايس بيتزا ولا حاجة، اي كيكة مثلا ده اقطعها صح. لذيذة اوي برضه، بقدر اتعامل معاها عن طريق الشيب هنا، بقدر اتعامل بالانجل بتاعة الدايرة دي، عايزاها نص دايرة عايزاها ربع دايرة صح، على حسب الانجل بتاعتي 300 مثلا. طيب عندي كمان اقدر ان انا اعمل انفرس صح، اخلي الجزء ده يبقى صغير الكبير اللي انا عايزه، الكبير هو اللي يظهر والصغير هو اللي يتشال. الجزء ده لازم جدا في الشيبز الجديدة بتاعتنا دي، بتعمل في الدايرة يعني اكتر حاجة بنستخدمها في الدايرة بتاعتي هو ده جديد يعني في السيركل شيب بتاعي. طيب عايزين نتكلم كمان عن جزء الكليبنج ماسك. ايه هو الكليبنج ماسك ده؟ الكليبنج ماسك ده لو انا عايزة ادخل شكل داخل شكل تاني وياخد نفس الاوتلاين بتاعها او الباص بتاعها، ازاي؟ يعني انا مثلا عندي دايرة اوكي، عندي سيركل كده تمام، السيركل دي انا عايزه ادخل فيها الريكتانجل ده اوكي، انا عايزه الريكتانجل ده هديله كالر تاني اوكي، يبقى واخد اطراف الدايره دي كده، يبقى معمول راوند كده تمام. طيب هقدر اعمل مع ده ازاي، او اقدر اعمل ده ازاي؟ طيب دلوقتي مين اللي فوق؟ الريكتانجل هو اللي فوق صح؟ لا انا عايزه الدايره هي اللي تبقى فوق، عشان انا عايزه الدايره يدخل فيها الريكتانجل. فابدا اقول له اعمل لي ارينج كده، واقول له برينج تو فرونت صح، انا عايزه الدايره تبقى فوق، عايزه المستطيل مش عايزه الاطراف دي تبقى ظاهره، انا عايزه المستطيل ده يبقى ياخد الجزء بتاع شكل الدايره ده من جوه
هبدأ أعمل selection على ال two objects بتوعي أو ال two shapes بتوعي، وأبدأ عندي اختصار اسمه control 7 أو clipping mask. بصوا ايه اللي حصل، بدأ إن هو يعمل لي ignore للشيب بتاع المخططين اللي بره دول، اوكي، ويقرا الشكل بتاع المخططين بتاعي من جوه اطراف الدايره بس، صح؟ دي الدايره بتاعتي اللي انا خليت الريكتانجل يدخل جواها، صح؟ ادتني شكل لذيذ بسيط سهل جدا ان انا ايه اتعامل معاه. طيب اي حاجه بقى عايزه اعملها في الماسك ده، ان انا بالاوبشن بتاع كنترول 7 او من اوبجكت كليبنج ماسك ده ميك، بس هو مش متأكتف عشان انا مش ماسكة حاجة. اوكي طيب لو انا مثلا عندي ريكتانجل كده، اوكي ريكتانجل ده مثلا ديته كولر، وجيت عملت من الفلير تول بتاعتي عايزة اخلي في اضاءة هنا كده، اوكي كليك كليك. طيب بص الاضاءة دي ليها باقي بره كده، صح؟ انا مش عايزة اللي بره ده يبقى ظاهر، انا عايزة اخلي الاضاءة بتاعتي على المساحة بتاعت المخططين بتاعي ده بس. هبدأ اتعامل ازاي؟ هبدأ اقول له خلاص اعمل لي كليبنج ماسك للإضاءة دي داخل مساحة المخططين ده بس، صح؟ طيب هعمل ده ازاي؟ قلنا أول حاجة الشيب اللي أنا عايزة أدخل جواه يبقى فوق، صح؟ يعني معنى كده أنا عايزة المخططين ده يبقى فوق. طيب أنا المخططين ده لما هعمل له كليبنج ماسك زي الدايرة كده بالظبط، ايه اللي حصل لها؟ اختفت، صح؟ لا انا مش عايزاه يختفي، انا عايزاه اخد منه كوبي او زي ما نقول كده ناخد منه نسخه، وابدا اعمل له النسخه ديت كليمنج ماسك للاضاءه بتاعتي. هبدا اقول له ايه، اعمل لي كنترول سي كوبي، كنترول اف او كنترول شيفت في للشكل ده، اهو عمل لي كوبي للشكل، عايزاه يبقى فوق. ابدا اقول له ارينج bring to front، هيبقى فوقيها كده، صح؟ هبدا امسك الشيب الجديد ده مع شيفت الاضاءه بتاعتي، وابدا ادوس عليهم هما الاثنين واقول لهم كنترول 7 او كنترول او من اوبجكت كليبنج ماسك ميك، صح؟ اللي حصل بدا ان هو يدخل لي الاضاءه دي جوه حواف المستطيل اللي انا كنت ماسكه، تمام كده؟ يبقى الكليبنج ماسك ما هو ان انا بدخل شكل جوه شكل تاني يبدا ياخد الحواف بتاعته او الاطراف بتاعته او الاوت لاين بتاعه. طيب يبقى احنا كده في الفيديو ده اتكلمنا عن جزء الترانسفورمينج في الالستريتور، وعرفنا ازاي ان احنا نعمل روتيشن للشيبز بتاعتنا، واتكلمنا عن جزء الكليبنج ماسك، تمام كده؟ تابعونا نكمل معاكم الفيديوهات التانية باقي الأوبشنز الموجودة عندي في برنامج الإستوديو.